يسعد لي مسيكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. طبعا هالوقفه وقفتها كمان ببرنامج استديو الفن سنه 1900، بس نحن ما اخذنا ميداليه. وقتها برنامج استديو الفن وقف وفجاه اختفى مخرج سمو اسمر. طبعا الايام رجعت جمعتنا مع بعض، ورجع الاستاذ سمو اسمر يساعدنا. كان في بيناتنا لقاءات الحمد لله كانت كثير ناجحه. هالبرنامج هيدا خرج نجوم كبار، ومنهم كانوا من خلال برنامج استوديو الفن اللي كمان ما اخذوا ميداليات معي. والميداليه الذهبيه لكل هاوي كثير مهمه، بس الاهميه هي الاستمراريه. وان شاء الله الله يوفقكم جميعا وتوصلوا للنجوميه. للبنات كمان كانوا معنا ثلاثة، سامية شبير وكلودا الشمالي وغادة مشلب. أما نتائج فهي ميدالية برونزية مع شهادة تقدير لسامية شبير، تسلمها من الأستاذ جوزيف أبي ظاهر. ميدالية برونزية مع شهادة تقدير كمان لغادة مشلب، تسلمها من الأستاذ إيليا أبو شديد. وأخيرا ميدالية مع شهادة تقدير بتسلمها كلودا الشمالي، وهي الميدالية الذهبية. تصبحوا على خير. وعليلك بهر العصر،
شفنا ليكي اسمك شفنا عندك نتاوى جبنا ليكي اسمك.